السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. في المستهل وفي التعاون الجزائري الألماني في مجال الطاقات النظيفة وعلى هامش الطبعة الرابعة ليوم الطاقة بين البلدين، وقعت أمس مؤسسة سوناتراك وشركة الغاز الألمانية أجي أنفياج مذكرة تفاهم لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بهدف تصديرها نحو ألمانيا. ضمن الإجراءات المتخذة في سياق إطلاق الصيرفة الإسلامية المختصة في التعاملات التجارية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، تعتزم وزارة المالية وضع الإطار القانوني والتنظيمي الإشرافي لسوق الصكوك الإسلامية بداية من السنة المقبلة، حيث وقع أمس البنك الوطني الجزائري على اتفاقيتي شراكة مع شركتي التأمين الجزائر المتحدة لتأمين التكافل والجزائر التكافل في إطار تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية وتسويق منتجاته وخدماته الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية. دوليا، حذر إعلاميون وحقوقيون مغاربة من العواقب الخطيرة لسياسات نظام المخزن على مستقبل البلاد، خاصة فيما يتعلق باعتماد مقاربة أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين والإمعان في التطبيع مع الصهاينة. وأكد الحقوقيون أن المغرب دخل منعطفا أمنيا خطيرا، وأن كلفة التغيير ستكون باهظة في ظل رفض المخزن لأي تغيير سلمية وديمقراطية. في السياق ذاته قال الإعلامي المغربي المعارض أبو بكر الجامعي في تصريحات صحفية أن المخزن أصبح يعتمد على خطة ممنهجة للسطو على حرية التعبير والتهجم على الأصوات الحرة عوض فتح الباب أمام النقاش البناء لتغيير الأوضاع. في فلسطين المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 6 شبان فلسطينيين خلال عملية دهم واقتحام طالت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين بالضفة الغربية، فيما أصيب شاب آخر الليلة الماضية خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الشرق القدس المحتلة. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن البدء في حملة دولية واسعة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعاني الفترة الأخيرة من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق. هذا وفي اليوم الدولي للتضامن الإنساني دعت عدة فصائل فلسطينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على تعزيز التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني و دعم صموده للدفاع عن أرضه وانتزاع حقوقه. رياضة الآن، حيث عاد أمس إلى أرض الوطن المنتخب الوطني لرفع الأثقال لذوي الهمم قادما من دبي، حيث شارك في بطولة فزاع العالمية للرفع بالقوة. حصاد التشكيلة الوطنية بلغ 9 ميداليات، منها 5 ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة، وهي حصيلة تضع المنتخب الوطني في أحسن رواق لضمان التأهل إلى الألعاب البرلمانية 2024 بباريس. وفي كرة القدم، لعبت أمس مباريات تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم، حيث حسمت مولودية الجزائر الدربي أمام اتحاد العاصمة لصالحها بهدف دون رد لترفع رصيدها إلى 25 نقطة في المركز الثالث، فيما تعثر المتصدر شباب بلوزداد بتعادله أمام ضيفه اتحاد بسكرة بهدف في كل شبكة. أما مولودية وهران فقد فازت على شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف واحد. نهاية النشرة، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم.